فما كنت حاسسته مناسب لإلي، يعني ما كان مناسب لشخصيتي. ما بعرف كيف، إنه هو كان لطيف أنا كنت لطيفة كذا يعني، بس إنه ما في هم بيناتنا كان. فكنا كتير نتخانق، أوكي كنا نحب بعض بس كنا كتير نتخانق. فبعد ما تركنا إنه أنا وقتها ضليت سنة سنتين عن جد يعني أبدا ما أحكي مع شباب، وأبدا يعني خلاص كرهني القصة. ليش؟ إنه صرت أحس الارتباط مربوط بالخناية، إنه كنا كتير نتخانق، بس إنه نتخانق مثلا هو رأيه غير رأيي كذا، فهمتوا؟ كنا كتير نتخانق، فأنا كرهت الموضوع الارتباط من وراء هذا الشيء قد ما نتخانق يعني. فبعدين بعد سنتين أنا ما كنت ناوي يعني إني أحب حدا أو هيك. يا الله شبني اليوم شبني بحكي كل شيء. المهم بعد سنتين التقيت بشاب بالصدفة، يعني أنا ما كنت ناوي أبداً أني أنا ارتبط أو أني أنا حب أو أنا أعجب بشخص. بس هذا الشاب أنا بالبداية أنه ما كان لافت لي نظري بالبداية يعني، بس هو كتير أعجب فيني بالبداية. أول ما شافني أعجب فيني كتير، يعني هو حكالي أنه أنا تايبه من البنات. يعني تعرفوا في شاب مثلا بحب المنطقة القصيرة السمينة النحيفة يعني إلى آخره. أنا حفر وتنزيل، قال لي هو هيك، قال لي اياها بالحرف، قال لي انا حفر وتنزيل مثل ما هو بيحب البنت. كل شيء بالطول بلون البشره بكل شيء قال لي انت حفر وتنزيل، انا هيك بحب البنات. فاول ما شافني كتير قتل حاله علي هذا الشاب. انا بالبدايه ما كنت كتير يعني متشجعه صراحه، يعني بالبدايه يعني ما بعرف انه هو هيك. هذا الشاب يعني كان عكس تماما الحب الاول، يعني عكسه تماما، ولا بيقربوا بشيء. فانا ما يعني ما حسيت بالارتباط، انه شو يعني ما بعرف. هاد هيك كان هادي راكز، كان غير. فانا ماني متعوده على هذا، يعني هيك الشاب الهادئ الراكز. ايه بعدين هو ضل يلحقني انه بده يعني فنتو هيك، يعني انه بده انه يتعرف علي، وانا ما اعطيه مجال يعني بالبدايه. فاخر شيء اعطيته مجال وحبيته صراحه، يعني منيح اعطيته مجال للامانه. يعني كان شخص جدا جدا اكابر، الحمد لله انا ما بحب غير الاكابر. فكان شخص كتير لذيذ وأكابر، والصراحة هذا الشخص الثاني أنا حبيته أكثر من الشخص الأول. هذا اللي كنت عم بحكي لكم عنه كان حب طفولة. الشخص الثاني كان متناسب معي كشخصية أكثر، يعني كان في تفاهم بيناتنا أكثر من الشخص الأول عن جد، يعني كان في تفاهم فظيع بيناتنا. هذا التفاهم ما كنت شايفته وما كنا نتخانق، يعني إذا تخانقنا يعني تكون خناقة كتير بسيطة ونحلها بأرضها غير. فوقت عرفت إنه مو كل العلاقات خنايق، وقت عرفت إنه مو كل الشباب مهووسين بالسيطرة، مهووسين إنه يعملوا مشاكل. لأنه هذا اللي عم بحكي له عنه الأول خلاني أخذ فكرة عن الحب والعلاقات انه كلها خناية وسيطرة وغيرة وقرف وهيك، فهمتوا؟ يعني وجع لي راسي، مع انه اوكي هو كان اكابر وكله تمام وكان يحبني، بس يعني وجع لي راسي صراحة. يعني الثاني لا ما كان هيك، كان سلس، كان هادئ، اكابر، بحياته ما صرخ، ما يعني غيرته كانت بالمعقول باكابرية، يعني فهمتوا؟ يا فرق سما أرض بين الأول والثاني. بس الأول حب طفولة أقوله، يعني أنا وياه ما كنا ركزين على بعض بالمرة. الأول حسيته كان بده يغيرني، يعني ما كنت حاسسته حاببني مثل ما أنا، بده يغيرني، بيقلي أنا بحبك بس بده يغيرني. طيب كيف زبطت معك؟ كيف زبطت معك أنك أنت بتحبني، بتحب نور يعني، وحبيت نور مثل ما هي، وبعدين بدك تغيرها، ما حد أبقى أنا، يعني في شيء غلط.
الثاني شوف الفرق بين الأول والثاني. الثاني حبني مثل ما أنا وما طلب إنه أغير أي شيء بشخصيتي بلبسي بحكي، ما طلب شيء. ليه؟ لأنه هو حبني مثل ما أنا وبده يعني ضل مثل ما أنا. يعني هيك بيحسسني إنه أنت كاملة perfect، ما بدك تعديلات لا بشخصيتك لا بشكلك ولا شيء. أنت أنا مثل ما أنت، أنا معجب فيك، أنا بحبك مثل ما أنت. يعني هذا النوع من الحب كتير حسيته، هذا الحب الحقيقي، مو هذا الحب اللي الشخص اللي بده يغيرك، إنه بده يقلك غيري مثلا بشكلك، غيري بلبسك، غيري مثلا بطريقة حكيك، توطي صوتك، اعملي كذا، فهمتوا؟ هذا طب انت ما حبيتني، انت شو حبيت فيني؟ اذا انت بدك تغير شخصيتي ولبسي وطريقة حكي وكل شيء فيني، ايش انت ما حبيتني؟ انت حابب صورة حاططها براسك، بدك تصنعني وصير مثل هاي الصورة. اذا ما صنعتني وصرت مثل الصورة لا انت براسك، فانت ما رح تحبني عن جد. الثاني حب حقيقتي، حبني مثل ما انا. اللي بتعرف رح اقول لكم شغله رح تصدمكم، انه الاول كان يقول لي انا بحبك وكذا، بس انت شوي صوتك عالي وبتحكي كثير، اخفي في حكي. وانا طبيعتي انسانه بحب احكي كثير، فحسيته صار يضرب على عصب شخصيتي. فقلت كيف هو بيحبني وعم يضرب على عصب شخصيتي اني انا انسانه بحكي كثير وبعلي صوتي يعني وهيك. الثاني مره سالته قلت له شو اكثر شيء انت بتحبه فيني؟ حذروا شو جاوب. قال انك بتحكي كثير. قال لي انا بحب البنت اللي هيك انه طريقتك بالحكي لذيذه وهيك، بحب حكياتك. انا هون جمدت، اقسم بربي يا جماعه، اقسم بربي جمدت. قلت ياه، رجع لي أول ما هداك قال لي ونقضني على هذا الشيء. قال لي أنا بحبك بس أنت لو بس ما تحكي كتير، وهذا عم يقول لي بحبك لأنك بتحكي كتير.